حياكم الله، الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب كل القوى تحديدا حركة حماس بسرعة انجاز صفقة الأسراء لتجنيب الفلسطينيين ويلات وقوع كارثة أخرى لا تحمد عقباها ولا تقل خطورة عن نكبة عام 48 ولتجنب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح. فما دلالة ذلك التصريح؟ كيف سترد حركة حماس وكل الأطراف المعنية على دعوة عباس؟ قبل دعوة عباس صحيفة نيويورك تايمز نشرت خطة تقوم فيها اسرائيل وحماس بتسليم السلطة لزعيم فلسطيني مستقل يكون قادرا على اعادة اعمار غزة وبحماية قوات حفظ سلام عربية، ما خلفيات هذه الخطة؟ هل هي قابلة للتطبيق؟ هل ستوافق فتح وحماس على الارض؟ اسرائيل تنفذ عملياتها العسكرية في رفح ومخاوف من اجتياح قد يؤدي الي كارثه جديده فهل مفاوضات الهدنه القادره علي منع الاجتياح وهل ستتطور الاوضاع في الضفه الغربيه في ظل الاستفزازات الاسرائيليه المستمره في القاهرة الجميع بانتظار مخرجات الهدنة أناقش كل ذلك واسمحوا لي أن أبدأ بضيوفي سعادة السفير السابق زياد المجالي أهلا بك ضيفي في, في الاستوديو أسعد الله مساء أسعد الله مساءك من رام الله أهلا بالخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور محمد المصري أهلا بك دكتور محمد تحياتي لك ولكافة ضيوفك أهلا بك صوت المملكة بدأ أهلا بكم جميعا مساء الخير أهلا بكم طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرة لتجنيب الفلسطينيين ويلات وقوع كارثة أخرى لا تحمد عقباها وطالب الجميع وخاصة حركة حماس بسرعة إنجاز الصفقة ليستطيع حماية الفلسطينيين وإزالة العقبات كافة ودعا عباس الإدارة الأمريكية والعرب إلى العمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرة بأقصى سرعة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة وأشار عباس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة أدت إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين يوميا إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية والقدس وأشار إلى تحمل الجميع مسؤولية وضع أي عراقيل من أي جهة كانت لتعطيل الصفقة لأن الأمور لم تعد تحتمل وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع مسؤوليته اهلا بكم من جديد وسأبدأ معك سعادة السفير كيف تعلق على ما طالب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يدعو حركة حماس بإنجاز صفقة الأسرى أخي عامر بداية لنقول انه الجميع كان ينتظر أن يكون هنالك نتائج إيجابية للاتصال الهاتفي الذي جرى قبل ثلاثة أيام بين الرئيس بايدن ونتنياهو نعم. من أجل منع اجتياح رفح وارتكاب جريمة واضحة مقارنة بالجرائم التي مرت على أكثر من أربعة أشهر حتى الآن نعم. ولم يأتي أكلها وكانت النتيجة أننا كنا ننتظر في المرحلة الأخرى أن تكون محادثات القاهرة المنبثقة عن محادثات باريس سابقا أن يمكن أن تؤدي إلى نوع من الهدنة تمنع الجانب الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو من اقتراف تلك الجريمة في رفح حتى الآن وكان واضح أن نتنياهو لا يريد أن يحصل ذلك لأسباب تتعلق به شخصيا والرئيس محمود عباس حقيقه لديه مسؤوليه تجاه الشعب الفلسطيني ولا, ولا بد له ان يبعث بتلك الرساله وحتى يكون امام الراي العام العالمي منصفا ومعتدلا ووسطيا فرسالته كانت لجميع الاطراف فهي رساله لنتنياهو وايضا للجانب المفاوض الاخر اللي هو جانب حماس بانه لابد من الوصول الى نتيجه لانه بمقابل ذلك نرى ان كل يوم يمر هنالك من يستشهد بعدد يتجاوز المئه يوميا وهذه اله التدمير في في غزه لابد لها ان تتوقف، الجميع ينتظر ان هذه الهدنه ايا كان موعد مدتها يمكن ان تؤدي الى هدى اخرى في تلك الاونه يمكن ان يكون هنالك ضغط دولي مره اخرى من الجانب الامريكي لنصل الى وقف اطلاق نار او على الاقل لتنهار هذه الحكومه الاسرائيليه بصراحه اليمينيه المتطرفه او يكون هنالك معادله داخليه في اسرائيل لانه كان المفروض خلال ايام ان تبدا محاكمته نتنياهو لكن نحن لا نع لا نحكم على الامور بهذه الطريقه ولكن اذا كانت السياسه فن الممكن فرساله محمود عباس الى الاطراف المتحاوره رساله موضوعيه ويجب ان تصل الى نتيجه لان النتيجه هي في مصلحه اهل غزه اذا كان هنالك وصول الى اتفاق والى هدنه اي سواء كانت ثلاث اسابيع او كانت ستة, ستة أسابيع أو أي, أي فترة ما لأننا نريد أن نبني على ذلك وفي نفس الوقت هذه الفترة من الزمن توصلنا إلى نهاية الشهر الممنوح لإسرائيل يقدم تقريره إلى محكمة العدل الدولية الأهم أن آلة الحرب يجب ان تتوقف والدليل على ذلك ما هذا يتماشى مع رغبه الاردن وموقف جلاله الملك بكل النقاط المهمه التي ذكرها في في رحلته ولقائه مع الرئيس بايدن بيت القصيد كان وقف اطلاق النار لان اي انسان يجب ان يكون هدفه الاساسي وقف اله الحرب والجريمه ضد الشعب الفلسطيني في غزه دكتور محمد كيف قرات تصريحات او دعوه الرئيس عباس مساء الخير لك اخي عامر ولا سعاده السفير زياد بسلام. وانا بعتقد بانه هذه الرساله كان ممكن ان تكون قبل اسبوع على سبيل المثال واليوم للتاكيد انه حينما يتحدث المسؤول عن الشعب الفلسطيني دوره الاساسي ان يحمي الشعب وابناء الشعب وخاصه حينما يرى انه القضيه والخطر عم بيحدق بهذا الشعب الذي عانى طوال 131 يوم ولو وجه الرسالة إلى المجتمع الدولي لكنت طلبت كفلسطيني أقول بالأولى أن نتحدث مع بعضنا البعض قد يكون الفهم الأساسي بالنسبة لي هذا أولا مش مطلب الرئيس عباس لوحده هذا مطلب حتى أخوتنا العرب كانوا بالرياض بمعنى يجب أن نتعامل مع موضوعة المفاوضات كأحدى أدوات الضغط على نتنياهو لكي يلغي اجتياح مدينة رفح اليوم هناك أطراف كانت بالقاهرة موجودة طرف مصري طرف ال... بمعنى الأمن الوطني القطري وأيضا وفد إسرائيلي ثلاثة يناقشوا في موضوع مخاطر موضوع رفح ووقف اطلاق النار وكان يتحدث هو كأن الموضوع موضوع رفح واجتياح رفح كتحصيل حاصل وانا أعتقد بانه فعلا معركه نتنياهو هي ليس لا لعمليه افراج على الأسرة ولا عمليه قضاء على حركه حماس اليوم الموضوع اكبر بكثير وخطوره هذا الامر يتطلب من الرئيس الفلسطيني يكون هو المسؤول وهو الراعي وهو المفترض ان يكون له الدور الاول في هذا الموضوع وانت تعلم انه في مفاوضات باريس لم يكن فلسطينيا موجودا اصلا بمعنى الطرف الاسرائيلي موجود بثقل ممثل بثلاث افراد الشباك والموساد والجيش وايضا الطرف القطري والراعي المصري وايضا الامريكي بينما الفلسطيني كان يغيب الان نحن نتحدث مع الجانب الطرف الاخر بالورق يعني بعد اجتماع الذي تم في القاهره بين الاطراف الاربعه، لم يكن الطرف الفلسطيني موجود وكان الطرف الاسرائيلي مستمع، لم يتحدث ولا بكلمه واحده، يريد ان يسمع ماذا تريد حركه حماس والفصائل، حتى الصحافه العبريه هاجمتهم ولبيد اللي هو رئيس المعارضه قال انتم ذهبتم مستمعين، انتم اصحاب الشأن لماذا لم تتحدثوا؟ لماذا لم تقدموا عرض؟ واليوم نحن امام مسؤولياتنا يجب ان يكون هناك للموقف الفلسطيني وبالتاكيد اخواننا بحركه حماس وهم الاقدر على تقدير مخاطر الوضع الراهن اليوم خاصة على رفح وهم في قلب الميدان أعتقد أن هذه الرسالة وصلت وبالتالي ليس مطلوب منهم التخلي عن مطالبهم بقدر أن يتعاطوا في الموضوع بمسؤولية عالية وأن المخاطر قادمة كبيرة وأن الاحتلال عازم على تنفيذ مشروعه التدميري من خلال السيطرة على محور صلاح الدين وإغلاق معبر رفح وتحويل هذا المعبر إلا معبر كفر أبو سالم أو كرم أبو سالم، والهدف في رفح ليس فقط دخول رفح بقدر ما بده يغلق هذا الملف حتى تكون قطاع غزة من الشمال والشرق والجنوب مغلق وبالتالي لم يبقى البحر. أمام مسؤولية بهذا الحجم كان مطلوب من الرئيس أبو مازن أن يتدخل ويقول هذه الكلمة. هناك من يقول بأن السلطة لا تملك سوى التصريحات دكتور. والوضع الفلسطيني جميعا الآن لا نملك تصريحات والوضع العربي لا يملك أي شيء إلا التصريحات الذي يستطيع أن يوقف هذه المقتلة ضد الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية وأنت رأيت حينما التقى يعني بجلالة الملك كان كيف يتهرب بايدن من السؤال الحرج والكبير والذي طالب في جلالة الملك وأن وقف اطلاق النار كان يتحدث عن هدنة بسيطة من ستة أسابيع للإفراج عن الرهائن كما سماهم في داخل قطاع غزة ولم يتحدث لا عن الشعب الفلسطيني ولا عن أسرانا ولا عن, ولا عن ما يتم التدمير الشامل في قطاع غزة والأهم من هذا وذاك حتى تطرقنا لجلالة الملك في جولته الحالية على الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وفرنسا وهذه دول مهمة وحلفاء أمريكا التي تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة أولا وفي جولته السابقة في بداية العدوان جال على كثير من الدول الأوروبية وعلى المتحدة الأمريكية حتى يغير هذا المزاج الداعم للعدوان وأنا أعتقد أن هناك سبب تحول كبير وهو جلاله الملك يحمل مصداقية عالية وثقة عالية وهو رجل يعني موزون ولا يقدم على شيء من خلال الموقف الأناني بقدر هذه حرص على المنطقة وحرص على الشعب الفلسطيني وقضيته لكن أقول لك بشكل واضح جدا نحن أمام هجمه كبيره تستهدف الهويه الوطنيه الفلسطينيه وما يحصل بالضفه الغربيه اخطر بكثير من قطاع غزه والان بداوا ببناء المستوطنات في شرقي القدس صحيح. وبعتقد انه الهدف هو تهويد القدس وزياده المستوطنات وقدم موضوع الجيم اخطر بكثير مما يحصل في غزه بالرغم من الدم الغالي على قلوبنا والمأساه الانسانيه ولا نريد كمان تتكرر المأساه لانه مشكله ان تكون معركه عسكريه بدبابات في ذاك رفح، رفع فيها مليون و400 الف نسمه حسب الامم المتحده فيها 62 كيلو متر مربع يعني اكثر من 27 الف في كل كيلو متر مربع ولذلك بعض اهالينا اليوم من مئات افراد عشرات بدهم ينتقلوا من رفح باتجاه الشمال لكن الشمال ممنوع من قبل دولة احتلال يريد الاحتلال ان تساعد الامم المتحده في ايواء اللاجئين والمهجرين في مخيمات كبيره تحت عنوان مخيمات ايواء وهي معسكرات اعتقال يكون عليها اسلاك شائكه وحرصات اسرائيليه ماشي ساعتها كيف سيكون رد حماس كيف تتوقع ان يتم الرد من قبل حماس على دعوه محمود عباس الرئيس الفلسطيني, أه الفلسطيني يعني لا تستطيع حماس الا ان تتفاعل ايجابيا مع هذه الدعوه لانه امامها ايضا مسؤوليه. حماس لها جناح سياسي وجناح عسكري لكن الحقيقه ليست المشكله مشكله حماس، يعني صحيح احنا نتحدث عن مسؤوليات لحماس ايضا بالتحصيل النهائي ستكون منضويه تحت مظله نعم. منظمه التحرير وهي جزء كما ذكر الدكتور يعني هي واحده من القيادات الفلسطينيه تحمل مسؤوليه تجاه الشعب الفلسطيني ولكن السؤال الاهم هو هل موقف حماس هو من سيقرر المستقبل القريب بما بما يتعلق بمحادثات الهدن او بما يتعلق باجتياح ما سيحصل بالنسبه لرفع؟ هناك الحقيقة, الحقيقه ان ما انا اؤيده ان للدكتور محمد إنه نتنياهو يريد أن يستمر في حرب في غزة لأسباب عديدة، ودكتور محمد ذكر ما يرتبط بكل أحداث غزة سواء كنا نتحدث عن الضفة الغربية، لذلك كان جلاله الملك دائماً ينبه ويربط ما بين ما يحدث في غزة وما يحدث في الضفة الغربية، ما يحدث الآن في القدس أيضاً، ما يحدث بإغلاق مقر الأنروا في القدس، كل هذه القضايا. تؤكد ان نتنياهو يحاول ان يستثمر في اخر فتره له مع وضوح علامات داخليه وخارجيه انه في نهايه عهده السياسي يريد ان ينتصر، يريد ان يحقق شيء هو ضد اتفاق اوسلو منذ البدايه، ضد تحقيق دوله فلسطينيه، لذلك اذا لاحظنا كل اجراءاته التي يقوم بها وحتى مره اخرى اعاده تحالفه مع المتطرفين في حكومته نستطيع ان نقرا ذلك من سيكولوجيه الصوره هو بن كثير على توافق مرة أخرى لأنه لا يريد لتلك الجهود مثل جهود جلالة الملك أن تقنع العواصم الغربية بزيادة الضغط على نتنياهو، نتنياهو يريد أن يجتاح غزة، نتنياهو أكثر من ذلك يريد أن يلغي فكرة الدولة الفلسطينية، يريد أن يلغي أن هنالك نكبة وكل العوامل هذه يريد أن يحققها في فترة زمنية قصيرة وهذا ما يجعل العالم في بعد فترة معينة بالضرورة يقف ويضغط باتجاه عكس ذلك. ماشي. دكتور محمد طيب هذه الصفقة هل السلطة الفلسطينية على دراية بتفاصيلها؟ لا انا على حد علمي انه ليست مشاركه ولا منخرطه ودا عرفت المعلومات تكون من خلال زياره السيد الرئيس والتقائه بالامير تميم وكان حوارا حول الموضوع جاد جدا وحوار يتعلق ايضا بمستقبل العلاقات الفلسطينيه الفلسطينيه وامكانيه يعني يكون وحده حكومه ائتلاف وطني واعتقد حتى هذا الجانب من معلوماتي انه وصلوا الى قطه متقدمه وليس لدى حماس اي مانع في تشكيل هذه الحكومه وحتى حكومه يعني غير ممثلين فيها ولكن يتحدثوا عن مرجعيتها مرجعيتها الاطار القيادي وبالتاكيد هذا الكلام لن يكون موافق عليه من قبل قياده السلطه مرجعيه الوزاره هي الرئيس هذا نظامنا السياسي القائم على نظام رئاسي برلماني وبالتالي هذه نقطه قد تعالج في الايام القادمه لكن اولوياتنا بصراحه اليوم هو وقف العدوان ووقف العدوان احد ادواته قد تكون حتى لو مؤقته هو التوصل الى هدنه لا احد يطالب لا حركه حماس ولا فصائل تتنازل عن كل ما قدمت ولكن بالتاكيد فن التفاوض قائم على انه في حد ادنى في حد اعلى للشروط انت تعلم تماما بانه الحد الادنى تاعك على سبيل المثال لحد 60% فلماذا ان تناور وتكون في في 40% النقاش فيها تاخذ ايام عديده، كل يوم يزيد علينا كل ما بصير في عدد شهداء اكثر، اهلنا وشعبنا واليوم في حاله خطره جدا، نحن نتابع القضايا الانسانيه والميدانيه في حاله كبيره يعني متعبه أنا لا أنكر أن هناك في صمود ميداني وقتال عنيف وإيقاع قسارك بالاحتلال وهذا شرف للفلسطيني أن يستمر العمل والقتال 131 يوم اليوم يتحدث عن 5500 جريح عندهم معاق ولديهم استقبال يتوقع 20 ألف معاق من لنهاية العام عندهم مرضى نفسيين كتائب يعني كتيبة من تحت قفعاتي الأسبوع الماضي رفضت النزول من الآليات والقتال وقالت أنه بزجونا في النار أنا بعرف تماما أنه مركز هذا الصمود قائم على مقاتلين ولكن ايضا المقاتل هذا له اهل فوق الارض وله عائله وله بيت وبالتالي نقدم تضحيات كبيره هذا مقدر ولكن نحن نقول بانه مهم جدا ايقاف اطلاق النار طالما ان بايدن اعطى الضوء الاخضر <applause> الى نتنياهو فلنبحث عن الاليات الاخرى هي وقف الهدنه او الضغط العربي اللي احنا بننتظره حتى الان لم يثمر لانه هذا نتنياهو مستعد يعني يبعد يدخل المنطقه في حمام من الدماء من اجل انقاذ نفسه. ماشي ساعتك اليوم نتحدث بانه لا ينوي ابتعاث وفد يوم الغد الى القاهره هذه نقطه النقطه الثانيه يتحدث بانه سته اسابيع هناك من يتحدث بانه هذه مده كبيره لا نملك اي شيء من صفقه الاسرى مؤكده ما هي بنود هذه الصفقه وبالتالي كيف ستسير هذه الصفقه أخي بعد عامر, أخي عامر يعني الحجج التي أتى بها نتنياهو طبعا مرتبطة أكثر شيء هي بالمدد والأعداد التي يفرج عنها من الجانب الفلسطيني لكن في الحقيقة من يعرف نتنياهو كما أعرفه تماما منذ عام 1985 الرجل هذه حجج ولكنه يعلم تماما أنه إذا وصل إلى هدنة أدت تحصيل النهائي الى وقف اطلاق نار بطريقه او باخرى فان ذلك يعتبر انتحار سياسي بالنسبه له. هو يريد ان يخدع الجميع من ان انتصاره في رفح الان يكمل انتصاره على حماس وهذه نظريه من الناحيه العسكريه فاشله لا يمكن ان يحقق ذلك. عدم ارسال وفده دليل واضح على انه يريد ان يجتاح رفح بطريقه او باخرى ايا كانت الاتمان للاسف عسكريين يتحدثوا اجتياح رفح غير قادر على الكيان يا سيدي هو كل ما هنالك يعني اذا لاحظنا احنا من 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 تحرير اسره نين حاول ان يخلق قصه انتصار صحيح. لانه يتعامل مع بدايه مع راي عام اسرائيلي منقسم ومعظمه يلومه البعض يلومه لمناكفه السياسيه بعض اخر لموضوع التصليحات الاصلاحات القضائيه والبعض الثالث اهالي الاسره هؤلاء الذين يضغطوا عليه هو بالمقابل لا يريد أن تكون نهاية سيئة بعد هذا الحكم الذي يعتبر نفسه أطول من حكم في إسرائيل أن تنتهي أن ينتهي إلى سجن أو محاكمة أو فشل في تحقيق غاياته الاستراتيجية التي ذكرها كل المحللين العسكريين والسياسيين يعلموا تماما أن ما طرحه من استراتيجية لنتائج هذه الحرب لن يتحقق بأي حال من الأحوال وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة باجتياح رفح فهنالك بعض الاخبار تقول انه قد يؤدي ذلك الى مقتل كثير من الاسرى الموجودين لدى كتائب عز الدين القسام، واتضح الان ان بعضهم ليس موجود عند عند قوات عز الدين القسام، وانما موجود عند عائلات مدنيه، وهذا يخلق مشكله مره اخرى لنتنياهو، نحن في الحقيقه نتمنى ان يكون هنالك هدنه وهنالك حل لهذه المشكله وهذه مسؤوليه يتحملها الجميع بما في حماس كما ذكر الدكتور محمد لانه بالخطوه القادمه حماس يجب ان تكون جزء من مكون القيادي الفلسطيني ايضا في اطار منظمه التحرير لكن الان هذه هل هي امام الراي العام امام متخذي قرار وخاصه في واشنطن؟ نحن نريد لنتنياهو أن يتعرى تماما صحيح أن ثمن ذلك, ذلك سيكون دم فلسطيني ولكن في الحقيقة وصل إلى النهاية وسحبه لوفده من القاهرة أصبح دليلا الآن على أنه لا يريد أن يصل إلى نتيجة لأنه حتى لو كان هنالك خلافات حول نقاط محددة يجب أن يستمر في التفاوض إذا كان لديه نية حقيقة في الوصول إلى نتائج هو يعتقد او ابلغ الاسرائيليين وابلغ الامريكان ان هدفه الرئيسي هو الافراج عن الرهائن، وهذا مرتبط بنجاح محادثات القاهره، ولكن واضح تماما انه ليس هذا هدفه طيب. وانما الانتصار لماساته الداخليه السياسيه. دكتور محمد هل لديك اي تفاصيل حول صفقه القاهره؟ هذه نقطه، هل تعتقد بان هذه المره مختلفه ام لا؟ ومن يعرقل الصفقه شوف اقول لك اللقاء الاخير الذي تم في القاهره وكم حوار يعني بوجود الطرف الاسرائيلي وهو حوار بين الاطراف بناقشة ورقه حركه حماس استمع الوابد الاسرائيلي ولم يعلق لانه لم يكن لديه صلاحيات خاصه بانه مسؤول ملف الاسرى الجنرال الذي كان مسؤول تم تغييبه وارسال مستشار نتنياهو لانه لا يثق بانه هذا الوفد انه يلتزم بالافق الذي حدد نتنياهو وقد يذهب بعيدا باتفاقات، لكن للتطمين انه هناك اليوم كان في لقاء على مستوى الوفود الثلاثه المسؤولين ملف المصري والقطري والاسرائيلي وليس الوزراء، وهذا النقاش دار نقاش في جدي حول حتى دخول رفح وتداعياته وامكانيه التقليل من هذه الخسائر. والتعداد للتبادل وبوقف اطلاق النار الممكن يتم عبر مراحل على اكثر من مرحله بس معلوماتي انه غدا مساء ستوصل وفد حركه حماس لاستلام الرد من قبل الاطراف اللي هو القطري والمصري والاهم من ذلك على المستوى الوزاري الفريق الذي حضر في باريس سيلتئم شمله في يوم الجمعه او السبت في أوروبا في دولة ما حتى يناقشوا التفاصيل أكثر عملية التفاوض جارية على قدم وساق وكل ما يقول نتنياهو في الإعلام لا يتم في الغرف المغلقة نتنياهو يريد أن يوصل رسالة للمستوطنين بإني أنا معكم لن أوقف إطلاق النار لم أوصل إلى تسوية سيئة كما يقول بن جفير وسأقاتل حتى النفس الأخير يبحث في النقاشات كلها وعينه على الانتخابات القادمة اذا ما حددت <applause> لكن اقول بشكل واضح ان هذا الوضع خطير جدا واللعب في النار والكرة تتدحرج ورأينا اليوم ما حصل في شمال لبنان وهو اكثر من اشتباك ميداني تكتيكي متفق عليه او في سقوف معينه واليوم كان في قصف لحيفا من العراق وايضا كمان المنطقه متوتره والعين الكل العين على ماذر التي يعدها نتنياهو لدخول رفح تحت اي عنوان عنوان الاسره بيك. وهو يعلم تماما دخل يعني يعني مستشفى الشفاء ودخل المنطقه الوسطى وكان يونس واليوم رفح ويبحث عن الاسره أفرج عن ثلاثة بغض النظر كيف أفرج عنهم باقي 134 بعد 131 يوم لم يستطيع الافراج عن الاسره هدفه الحقيقي هو الاستيلاء على محور صلاح الدين واغلاق هذا المربع كامله حتى يكون الفلسطيني في قطاع غزه مش في حصار في سجن كبير جدا ويفرض شروطه كما يتدخل الان بالضفه وبالعمليات الساخنه يدخل ويخرج من غزه هذا الكلام لن يتم في قطاع غزه وسيبقى القتال مستمر والضحايا من الطرفين نعم دفعنا كثيرا لكن هو ايضا سيدفع ثمن بدي أه اياك أه بهذه النقطه ايضا تعطيني احنا ناقشنا موضوع مع طلب به الرئيس عباس اليوم في نيويورك تايمز قياد الفلسطيني دحلان اقتبس ما تم يقول بانه قدم خطه تقوم فيها اسرائيل وحماس بتسليم السلطه لزعيم فلسطيني مستقل هذا الزعيم يكون قادر على اعاده اعمار غزه وبحمايه قوات حفظ سلام عربيه كيف بتعلق يا دكتور على هاي النقطه ما بعرف اذا قراتها او سمعتها انا ما قراتها بس لو انت توضح لي لمين قدم الخطه من الجهه اللي استلمت الخطه منه يعني هذا مهم جدا أنا عشان دكتور عليه دكتور انا واضح معك لك انا بقتبس واحد. بقتبس نعم تفضل انا فاهم عليك انا فاهم عليك خليك معي بس انا فاهم عليك وبعتقد انه يعني مفيد جدا لما شخص ما فلسطيني يقدم خطه يجب ان يقدم الخطه للمرجعيات الفلسطينيه بغض النظر هو موقعه في السلطه او خارج السلطه انا كمواطن متقاعد من حوالي 13 عام بلغت عمر 73 سنه حينما الله. اقترح خطه بطرح الخطه على القياده الفلسطينيه الشرعيه وهذا من أجل تطوير من أجل التطوير والعمل الجاد من أجل بناء وحفاظ على مؤسساتي وأيضا أقول أن هذا هو رأيي في الأخير قد يكون رأيي غير صائب لكني يعني مستعد أقدم رأيي لأي جهة بعد متى بعد ما استنزف كل الطرق انت امامك مرجعيات، بس خليني اقول لك عن موضوع كيفيه المخرج، طبعا. الان في حوارات فلسطينيه فلسطينيه، وفي اتصالات فتح وحماس، ووصلوا نقاط قضايا مهمه جدا، والحل والمرجعيات والتشكيل القيادي ان كان على صعيد رئيس وزراء او غيره، هذا قرار فلسطيني، الرئيس ابو مازن منفتح ان تكون لدينا قياده فلسطينيه شابه معطاءه تتعاطى مع الوضع الجديد بطريقه منفتحه من اجل حمايه شعبنا. والله لو طلبوا منا نعمل اي شخص ما في الشعب الفلسطيني احنا جاهزين لكن يجب ان يكون هذا الاختيار اولا شيء في الفلسطيني بامتياز وتوافق فلسطيني والكل مشارك في هذه الحكومه ولا احد يقصي احدا لا نقص حماس ولا نقص الجهاد ولا الشعبيه ولا فتح ولا شيء والان مطروح ان تكون في حكومه المهنيه احترافيه مهمتها اغاثه شعبنا وايضا إيواءه بشكل سريع ومقبول من الشرعيه الدوليه واخوتنا العرب وخاصه هذا الاطار المشكل من ست دول الذي اجتمع بالرياض، نحن واعيين لدورنا، واعيين لعمقنا العربي ونعرف تماما انه نحن بعد لسنا بعيدين عن الشرعيه الدوليه ولا يمكن نجاح حكومه من امكانيه اعاده اعمار قطاع غزه ان لم يكن المجتمع الدولي داعمها واخوتنا العرب حاملين على اكتافهم، هذا توجهنا وهذا رؤيتنا وأي شخص فلسطيني من حقه أن يقدم مقترحات لكن في مجال الشرعية الفلسطينية التي هي معنية أن تتعاطى مع هذه الورقة ماشي أنت تسمع من سعادة السفير أيضا رأيه حول هذا الموضوع وأستزيد بأن هذه الخطة مدعومة من بعض الدول التي تريد إعادة إعمار غزة بعد الفاصل أستمع إلى وجهة نظر أو رأي سعادة السفير تفضلوا بالبقاء اهلا بكم من جديد وجه الترحاب بضيفي واعود لاستمع الى رئيس عاده السفير حول الخطه التي قدمها دحلان وليتحدث فيها عن قيادي فلسطيني مستقل هو من يكون قادر على اعاده اعمار غزه وبحمايه قوات حفظ سلام عربيه بمعنى لا عباس ولا حماس يقول دحلان أه يعني انا لا, لا, لا استطيع ان اتحدث نيابه عن اي طرف عربي شارك في فكره مثل هذه الافكار ولكني استطيع ان اتحدث بصفة ابن الدبلوماسية الأردنية عن موقف الأردن كما أعرفه وموقف جلالة الملك وموقف داعم للسلطة الوطنية الفلسطينية داعم لمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وفي هذه المرحلة الدقيقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نحن أحوج ما يكون بأن ندعم هذه السلطة ونساند كل من يريد أن ينضوي تحت مظلتها حتى اذا كانت حماس تريد ان تنتهي من هذه الازمه وبالتحصيل النهائي تنضوي تحت مظلتها اي وليس طرف اشخاص صح اما ان يكون هنالك تقارير اوردتها صحافه امريكيه بما يختص بخطه قد, قد يكون هناك قد يكون هنالك قد يكون هنالك اراء طرحت لان هنالك افكار كثيره منذ انت تذكر من اول اسبوع كان هنالك تسريبات في صحيفه سويديه عن مخطط كامل تفصيلي كيف حلوة. سيكون الوضع اليوم في اليوم التالي في غزه الكل يفكر ماذا سيكون الوضع التالي اليوم التالي في غزه لان هنالك ماساه على الارض ولكن قبل ان تتحدث عن هذه المعادله بالبراقه لنظام حكم جديد في غزه وكانك تريد ان تفصلها عن الضفه لا لا واجزاء من الضفه يا سيدي اجزاء من الضفه هذا هذا اخطر هذا الحديث بهذه الصيغه اخطر لانه يلمح الى الى اين اذا قضيه القدس في هذه المعادله هنالك محاذير نحن عندما نتحدث عن اليوم التالي بعد غزه يجب ان لا ننسى ان ان هنالك حاجه واولويات تتعلق بالشعب الفلسطيني ولكن اذا كنا نريد ان ننسى الامور اللي على الارض ونبحث عن البعد السياسي فيجب ان يكون لدينا التفكير بان السياسه فن الممكن لكنه مدعوم و... من دول سعيد. يا سيدي ايا كانت تلك الدول لا تستطيع ان تحق... الشعب الفلسطيني انا عشت معه خمس سنوات سيدي يعني. وأعرف تماما أنه كنت بغزة. لا يرضخ لهذه في غزة تحديدا وأعرف تماما أن هذه المعادلات لا تنطوي على الناس الناس لا تقبل إلا قيادة فلسطينية قيادة فلسطينية متفق عليها وأي انقسام أصلا فلسطيني يدرك الآن الفلسطينيون أنه ليس في مصلحتهم وسيستغله سواء كان نتنياهو أو من يمكن أن يأتي بعد نتنياهو سيستغل أي انقسام فلسطيني تعتقد أن هذه الخطة خطة إسرائيلية يعني؟ آه معلش. الدرس المهم أحد الدروس المهمة من ما حصل في غزة هو أن الفلسطينيون لن يسمحوا مرة أخرى بانقسامات تؤدي إلى استغلال اليمين الإسرائيلي كما استغل الوضع الآن وصلنا إلى مرحلة يريد ليس أن يطير فقط, فقط اتفاق أوسلو ولكن كل فكرة أنه كان طيب. هنالك نكبة سؤال حتى أني أستمع لنفس لذات سؤال من الدكتور محمد سؤالي لك سعادة السفير هل هذه الخطة تخدم الاحتلال؟ يا سيدي لا أقول أنها تخدم الاحتلال مباشرة ولكن تؤدي إلى انقسام مكرس في لدى الشعب الفلسطيني هو في غنى عن في هذه المرحلة دكتور محمد ما رأيك؟ طيب بس خلينا اقول شيء يعني انه انا بذكرك بالمؤتمر الصحفي اللي عقده نتنياهو وقال بشكل واضح لن اوافق لا على حمستان ولا فتح ستان صحيح صح وهذا يعني انا بعطيك مؤشر يعني كثير صعب بالنسبه لنا انه الشعب الفلسطيني مش مقبول بفصاله التاريخيه المناضله الذي قدمت يعني كل التضحيات الموجوده عشان نتحدث عن الدول التي ترعى او لا ترعى انا لا غير مطلع على من يرعى ولا يرعى ولكن اقول لك في الاجتماع الذي حصل في عمان واجتمع التقى بهم جلاله المكل ملك اربع يعني خمس وزراء خارجيه عرب والأخ حسين الشيخ كان بعد اللقاء اجتماع العلاقة المتوترة أو الغير طيبة الذي كان تعتبر البعض بين الإمارات وفلسطين الموقف الإماراتي بشكل واضح ومباشر نحن مع الشرعية الفلسطينية الذي يمثلها الأخ أبو مازن ومستعدين لدعمكم حتى النهاية الجانب الآخر الشعب الفلسطيني بقيادته تعرف أن عمق العربي متمثل في دول الاعتدال العربية والان الذين اجتمعوا في الرياض هم ممثلي الاعتدال العربي، طبعا ما محبتنا لكل اخوتنا العرب، ولكن لما تتحدث عن السعوديه والاردن ومصر الدول الفاعله في الملف الفلسطيني، وقطر والامارات، ويجتمعوا بالرياض ويقروا الورقه الفلسطينيه المقدمه لهذه الدول ويعتمدوها من اول شيء وقف العدوان ورفع الحصار وايضا الايواء والاغاثه السريعه والاعتراف بدوله فلسطين في مجلس الامن، وعلى أرضية يعني حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ويحمل هذا الملف جلالة الملك عبد الله الآن يتجول فيه لأنه يحمل ورقة العربية يمثل كل العرب لا أعتقد أن الدول تلتقى يعني تتلقى مقترحات من هنا أو هناك الموقف الفلسطيني طول عمره ما واضح ايضا كل الدول الذي نتحدث عنها الامارات وقطر وايضا كمان السعوديه والاردن ومصر دائما كانت مع الشرعيه وليس مع الفصيل ايا كان، حتى مش مع الفصيل، مش مع الافراد، مع الفصيل، تتعامل مع الشرعيه الفلسطينيه الممثله في منظمه التحرير وحكومتها اللي هي اللجنه التنفيذيه المعترف فيها في الامم المتحده. وإذا أي أحد بيتحدث في غير ذلك أو حتى حزب يتحدث ذلك هو يتساوق مع مشاريع لا تخدم الشعب الفلسطيني نحن كفلسطينيين نعتز بانتمائنا لفلسطينيتنا ونعتبر قيادة منظمة احتير هي قيادتنا والممثل الشرعي والوحيد واللي بده يخش في المنظمة أهلا وسهلا وينتخبه ومن يفوز احنا كمان بنرحب فيه، ولو فازت حماسة في المرحله القادمه من المنظمه انا ايضا ساطيع الاوامر لهذه المنظمه التي تقود هذا الفصيل او ذاك بعد انتخابات ديمقراطيه، ما حدا يملي علينا لا قيادتنا ولا مشاريعنا. يعني تستبدع ان يكون هناك دول دائمة لمثل هذه الخطه؟ لم تنفذ. انا حد علمي ومعرفتي بالدول واطلاعي على التقارير ولا اللقاءات اللي بتتم مع القياده الفلسطينيه، هذه الدول داعمه وبمواجهه، يعني اصلا ذهب الرئيس إلى حتى الى قطر الدوحه بدعوه من الامير تميم، دعوه رسميه والتقى وتحاور معه على اساس هذا الشرعيه الفلسطينيه الذي ممكن التعامل معها، المجتمع الدولي يتعامل مع الشرعيه، العرب وخاصه ما بعد العدوان الان تكرست الشرعيه الفلسطينيه اكثر. نحن بحاجة إلى عباءة تغطي كل الفلسطينيين وتتقدم للمجتمع الدولي حتى ترفع الظلم الذي واقع علينا ونحن ذاهبين باتجاه الدولة والدول كلها تقول للقيادة سنعترف بكم قبل نهاية 2024 ونحن اليوم متقدمين خطوة على الصعيد السياسي الألم في الميدان صعب أبنائنا يقتلون ويدمرون وبنيت تحت دمرت ولكن على المستوى السياسي حققنا شيء كثير ونحن الآن نعزل السياسي الإسرائيلية والأمريكية وبتعاون عربي وبموقف موحد من ست دول مع بعضها البعض وبالتأكيد الدول الأخرى مؤيدها نعم والساعة ثمانية وأربع واربعين وحسب رغبتك ستبقى معي حتى هذه اللحظة شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور محمد شكرا اشكرك اشكرك جدا اشكرك عوده رضيك في الاستوديو تعلق على ما تفضل به الدكتور انا احيي الدكتور محمد على الموقف اللي تحدث فيه وهو توافق مع الموقف الذي اعرفه تماما انا من خبرتي وتعاملي الذي لم ينقطع مع القضيه الفلسطينيه منذ سنوات طويله اذهب هل سيكون هناك هدنه؟ هدنه؟ أه يعني اليوم بدي من خبرتك وجودك معي يعني شوف خليني احكي لك معرفتي في نتنياهو ما لم يكن هنالك بديل يحقق له مكسب فانه بالمقابل لن يذهب الى الهدنه اذا كان هنالك بديل سيذهب الى الهدنه يحقق له مكسب، اما بالواقع الحالي لانه عندما ذكرت قبل قليل وذكر الدكتور محمد حتى ممثل الموساد لم يذهب، صحيح. هو ارسل مستشاره مستشار. لانه يريد ان يكون هو صاحب القول في تلك المحادثات التي تمت في القاهره وليس اي طب. وهذا يدل على وجود الخلل البنيوي الموجود في تركيبه الحكومه الاسرائيليه وحتى في حكومه الحرب. نتنياهو من من المعرفه لن يذهب الا اذا كان هنالك بديل يمكن ان يحقق له مثل البديل الذي كان يمكن ان يحقق له شيء هو على ارض الواقع اذا كان فعلا كان بامكانه ان يحقق فك اسر بعض الرهائن او الأسر الموجودين والدليل على ذلك انه مباشره عمل حفل لهذا واتضح ان العمليه لم تكن عمليه عسكريه صفقة. وانما هي صفقه اكثر من ذلك هو يريد ان ينتظر حتى جوله جلاله الملك هو يريد ان ان يصل الى نتيجه هل هنالك تغيير في مواقف دول رئيسيه ولكن مع ذلك واتضح لنا خلال الفتره الماضيه انه لا يعير انتباها وهنالك أسباب أنه لا يرتبان حتى للموقف الأمريكي, الأمريكي. سيدي. يا سيدي ليس لأنه مدعوم أمريكي إنما لأنه لأنه مدعوم من شريحة معينة في الكونغرس الأمريكي أكثر ما هو مدعوم من البيت الأبيض مش. وهم وهؤلاء يسيطر أو لا يسيطروا ولكن يؤثروا بالقرار الأمريكي بالتحصيل النهائي نتنياهو يريد أن ينهي هذا الموضوع بأزمة أو بانتصار. ما هو أمامنا حقيقة الآن لا يدعو إلى التفاؤل أبدا لا يدعو إلى التفاؤل ولا القاهرة لا, لا يدعو إلى التفاؤل أبدا إلا إذا كان هنالك فعلا مهلة معينة تعطي تعطي محكمة العدل الدولية البعد الذي الذي ترسل فيه إشارة مرة أخرى وما وما هو حاصل حقيقة خلال الأيام الماضية كان يفتح الباب مرة أخرى أمام محكمة العدل الدولية لتتخذ إجراء أنا ما فهمت أنه يجوز لها فنيا أن تتابع ما يحصل في 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 غزة لاستزادة ليس فقط انتظار التقرير الإسرائيلي المطلوب وفق قرارها السابق ولكن لمتابعة ما يحصل للإضافة أش... إلى الملف والله أنا ما بعول عليها كمان للأمانة لأنه أص... أصبحت كل القرارات يوم إذا حقوق الإنسان اللي ذبحونا فيه كانت اداه سياسيه، فما بالك المحكمه الدوليه؟ يعني انا اكون صريح معك، نحن صوت اعتدال، وجلاله الملك نقل كل هذه المعلومات كما لاحظت، بكل القضايا من اكبرها وهو وقف اطلاق النار، الى اصغرها عدم الفصل ما بين غزه، والى قضيه الاونروا ودعمها. سيدي عندما يكون هنالك ادعاء اسرائيلي بان 16 موظف في الاونروا كانوا صحيح. لهم يد في احداث 7 اكتوبر ومباشره تقوم مجموعه من الدول 12 دوله مانحه باتخاذ موقف ولا تنتظر نتائج تحقيقات صحيح. امر الأمير العام للامم المتحده باجرائها مباشره تتخذ موقف سلبي تجاه الاورو ووقف الدعم في حين عندما يكون هنالك إجراءات على الأرض إجرامية من جانب الجيش الإسرائيلي تتحدث تلك العواصم نفسها عن أنه هنا لا بد من تحقيقات حتى نتأكد من أن من أن صحيح. ذلك حصل هذا يعطي صورة واضحة أن هنالك يعني ازدواجي إزدواجية في المعايير. في المعايير إزدواجية في المعايير موجودة. الحقيقة أننا نريد أن نتعامل مع هذه المأساة المدخل الوحيد أنك تمارس الاعتدال طيب. وحب السلام وهذا ما نمارسه في القيادة بالقيادة الأردنية أننا سؤال, أخير. أخير. سؤال تفضل. أخير تفضل سؤال أخير قبل أن ننهي الحلقة من أي. الذي يحتاج الهدنة اليوم يا سيدي من يحتاج الهدنة حقيقة الشعب الفلسطيني الذي هو تحت المقصلة ولكن لنقل لنقل صراحة نتنياهو لا يريد هدنة لا يريد هدنة وربما يكون هنالك اطراف مستفيده ايضا لا تريد هدنه ولكن الهدنه نريدها كلياتنا محبين السلام ومحبي الشعب الفلسطيني الذين لا نريد ان له ان ينتهي بماساه واضحه بالنسبه لرفح، رفح هي عباره عن قريه كبيره فيها مليون ونصف بني ادم، يعني من رمى حجرا يقتل شخص. فما بالك إذا كانت قذائف من 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 جيش الاحتلال المأساة واضحة وسيتحمل مسؤولية هل موضوع اجتياح رفح اليوم هي ورقة بيد نتنياهو للتفاوض؟ لا يا سيدي هو ليس للتفاوض لأنه الوصول إلى نتيجة تتعلق بالجانب الفلسطيني أو تتعلق بالأسرة لن يحل مشكلة نتنياهو مشكلة نتنياهو أعقد من ذلك مشكلة نتنياهو يريد أن يحقق انتصارا وبالمناسبة إذا كان الجميع يظن أن انتصاره في غزة هو المقصود فقط أن ينهي حماس فهذا ليس هو المطلوب الان وصل الى الزاويه النهائيه في فترته يريد ان ينهي حماس يريد ان ينهي فكره الدوله الفلسطينيه يريد ان ينهي ملف القدس يريد ان ينهي حتى وجودنا والوصايه الهاشميه على الاماكن المقدسه في القدس وكل الدلائل تشير انه اعطى الضوء الاخضر لرجالاته المتطرفين في الحكومه ليفعلوا ما يريد بكثير سيؤدي بممارساته في رمضان القادم إلى مأساة لا تقل عن مأساة غزة وهناك, وهناك تخوفات كبيرة من هذه النقطة صحيح شكرا جزيلا لضيفي سعادة سفيرة السابق زياد الجري. شكرا لك ولحضورك ولمشاركتك دمتم بخير تقلكم غدا كل التحالي.